يا رب تكون عامل حاجة ملحوقة. أنا ممكن يحصل لي حاجة. مرحبا بكم في سلطان بلان، حلقه جديده وغريبه ومميزه وتحفه من بلاك اند وايت مع داليو شاي. بيكو ويلكم بيكو في كوكب السلطعيكو. ويلكم بيكو في كوكب السلطعيكو. غيبه كانت طويله. غيبه طويله جدا. حصل جدا. غيبه كانت كبيره جدا. حصل. بس النتاج بتاعها ايه؟ بشاميل. النتاج بتاعها ان احنا يا جماعه ان شاء الله، وزي ما في ناس كتير على الانستجرام عرفت، واخيرا جايين المغرب قريب جدا ان شاء الله. جدا ان شاء الله. بص اللي هو ايه كده، كل حاجه كل حاجه على السنتريك اخيرا، كل حاجه متظبطه اخيرا. كل حاجه قريب جدا جايين المغرب خلاص يعني. أخيراً الحمد لله ربنا اكرمنا. وطلعت الفيزا ده حقيقي عن طريق كوفتانس ارت. عارفين يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني كنت مستبشر خير. انت طول عمرك بتحب الكفته. طول عمري بحب الكفته. طول عمرك بتحب الكفته. وكانت بوابه المغرب ده حقيقي تشاء، يعني يشاء القدر. أيوة. ان بوابه المغرب تكون عن طريق كفته ده حقيقي. سبحان الله. والله العظيم ثلاثه سبحان الله. كفتانس ارت عشان الناس اللي ما تعرفش، هو ايفنت هيتعمل في المغرب في مراكش يوم 25 و26 من شهر 6 اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده حاليا ان شاء الله. تمام. عدد واحد فاشن شو كده. أيوة. للقفطان. أيوة. هيبهدل الدنيا. ده حقيقي. وطبعا عشان احنا ناس فاشن فقرروا ان احنا نكون معهم، وده شرف لينا كبير جدا. وده اللوجو بتاع الايفنت. واكيد هنستناكم ان شاء الله في الايفنت ده تحديدا. ده حقيقي. تمام. نتقابل سويا هناك. هنحط لكم لينك الايفنت في الديسكريبشن. ادخلوا على الانستجرام عندهم واسألوهم لو عايزين تحضروا ازاي. وان شاء الله اي حد هيجي تبع دادي انشاجي من عندنا ان شاء الله اكيد لازم هنتقابل وهنتصور مع بعض وهنقضي يومين لزاز جدا مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله يا زميلي. وبعدين مراكش وفي شهر 6 ومصيف. انا خد بالك انت فاهم ازاي؟ مش متخيل ان انا هشوفك هناك. مش متخيل. ولا انا ده في حد ذاته في الاحلام. ده حقيقي. ودي كان معاك كانت الغيبه اللي احنا غبناها، كان تحضيرات وحاجات للفيزا وكده، بس الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. لو عايزين بقى تعرفوا تفاصيل اكتر عن السفريه واحنا هنعمل ايه، تمام، بعد الايفنت ان شاء الله هتلاقوها على داليو شاي بالعربي. ان شاء الله نعمل حلقه كده ايه، نعرفكم الدنيا ونعرفكم الكلام بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. عارف ان السؤال ده وحشكم زي ما هو وحشنا احنا كمان. أيوه. معنا النهارده اخ شاي. ثلاث اسابيع ما سمعتهاش. ده حقيقي. ثلاث اسابيع ده حقيقي. ده ايدي نملت. ايوه ايدي نملت. حياه وداني نملت. الفنانه حياه الادريسي. تمام. التراك اسمه المثل العالي محمد صاحب الشفاعه. التراك ده لو تفتكر كانت شامة كانت عملته يا محمد صاحب الشفاعة. في رمضان. بس طبعا شامة بتجيب حتة قد كده من كده علشان هي في عصر السرعة. بالظبط. فجبنا موضوع كاملة بقى. قبل ما ندخل في التفاصيل قبل ما تضغط سبسكرايب ولايك وتفعيل الجرس في السوشيال انستجرام عشان كل حاجة من هنا من النهاردة لغاية ان شاء الله لما نرجع من المغرب هتكون موجودة على الانستجرام. فتابعونا على الانستجرام لكل الناس اللي عايزه تعرف رحلتنا ان شاء الله من هنا للمغرب والمهرجان كفتانس ارت. ودخلنا في التفاصيل يا عم دادي. يا وحشنا ندخلكم في التفاصيل يا محمد صاحب الشفاعه. التفاصيل على طول. صاحبة حنجرة ذهبية. صاحبة حنجرة لولبية. عارف زي ما بيقولوا كده مزمارية. يعني عارف انت الصوت اللي هو صوتها جلدي جدا. ده حقيقي. انه مصنوع من الجلد. ايوه يا سيدي. الخالص. المرسع بالالماس. وديني. لا صوتها ما شاء الله عريض وقوي. قوي. تنشهد من بان الله.
ولعب بال خلي بالك بالصوت وهيم صوتا في كميه شجن ده طبيعي ده حقيقي مع اللحن اصلا كمان غير طبيعي ده حقيقي والله خش احنا محتاجين نسمع لها حاجات كتير جدا خد بالك الفتره الجايه والله ابسطني ايه ابسطني ابسط دلوقتي دلوقتي ودي اهو اصعب حاجه تعمل عرب في العالي يعني انك تعمل عرب وانت فوق دي يعني مش اي حد عارف يعملها ايوه الست صوتها فيه كميه شجن يا جدعان وقوه غير طبيعيه في قاعده فوق دي ملهاش حاجه لا جماعه فيها حاجتين بجد صوتها عالي قوي وفي برضو شجن ابن لذينه صوتها عالي واحساسها جامد جدا جدا على فكره يا جماعه قليل جدا لما بيبقى فيه صوت عالي مصاحب لاحساس ودي جمع بقى معاهم كمان التكنيكال كمان بتاع يعني التكنيكال نفسه رهيب الصراحه صراحه احساسها عالي 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 وانت احساسك عالي انت راجل احساسك عالي على فكره لا حقيقي يا زميلي حقيقي بخليك كسبي خش عليا خش ايوه يا ست كل انا عايز اقول لك على حاجه قول لي على حاجه احنا دي اول مره نسمع بقى الاستاذه حياه صح تمام. اول مره نسمعها سمعناها قبل كده تقريبا في التراك بتاع ندى الحسن تقريبا والله اعلم كانت من ضمن المجموعه بس يعني ما سمعناهاش انا هموت واسمعها لو بتغني ملحون لو بتغني ملحون ازاي كده عندي احساس انها بتغني ملحون انا حاسسها شعبي اصلا لا عندي احساس انها شعبي انا ما اعرفش بس انا عندي احساس انها غنت حاجه ملحون قبل كده واتمنى ذلك ولو فعلا كانت غنت حاجه ملحون وحد يعرفها ويسيبها تحت في الكومنتات يبقى له جزيل الشكر مرفعنا كالحاجات اصلا كده كده بجد والله صوتها شعبي انا شايف صوتها شعبي جدا هو صوتها شعبي عشان البحة وقوي كده بس ده لو بتغني ملحون دي هتقعدنا هتتبحنا اتمنى ذلك يعني اتمنى ذلك خش خش خش
الجملة دي ايه اللي هي بعد ايه؟ لا لا استني 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 لازم تبقى بعدها استني فيها شين جاية جاش سيدنا محمد لا حد يكتبها ده لعنا عشان مش باينه هنا وحش على المسرح كريمة وحش كريمة انت بتسمع كريمة دلوقتي على البنات اللي بتغني وعلى المزيكا وعلى يعني مغطاه على كل حاجه هي ايه ده هي بتقشعر الجلد والله بتقشعره بتودي لوحدها صوت من دهب يا لهوي صوت من دهب والله العظيم بجد يا لهوي بجد مش ممكن رهيبه رهيبه يا جدعان رهيبه الصوت غير طبيعي ويعيشك في مود انت مش عايز تخرج منه هنا حرفيا يعني هنا مره الصوت ده والله العظيم بجد ده حقيقي وصل هنا
وصل هنا الحمد لله على السلامه يا سيدي والله ده لا بجد لا رهيب الصوت دي رهيب ايه ايه الصوت اه يعني اندر ريتد بطريقه غير طبيعيه انا حسيته ميكس حاجات كتير مع بعض يعني لا لحظه تحسه رفيق تمام في لحظه ثانيه تحس ان هو لا صوت لا انت خدت بالك في الحته اللي في الاخر نزلت فيها في الواطي دي عايزه تقول لك اوعى غره القرار وفي القرار برضو ايه الرزانه دي لا رهيبه وعرب ايه اللي على العالي وبلاص بقى ده كله اللي مضروب في الخلاط ده الاحساس نفسه احساسها مش طبيعي ده حقيقي يا رب تكون عامله حاجه ملحوقه انا ممكن يحصل لي حاجه لا بس ندور عليها تاني ده لازم ده لازم اه وحش على المسرح ما شاء الله ده حقيقي اه انا دي مالا راجعه يا زميلي ايوه والله ده ايوه والله ده راجعه كويسه سلطنه دي سلطنه حلوه دي قشطه خلينا نقول ان دي خلينا نقول ان احنا رجعنا لكم أيوة. يعني ان شاء الله ما فيش انقطاع يعني هتلاقونا كل يوم باذن الله سواء كان هنا وسواء كان على القناه الثانيه ان شاء الله فابقوا معنا يا جماعه عشان احنا داخلين على التقيل والسخ يا مسلحه فاهمين انتوا خاف يطلع بره قشطه دي كانت حلقه النهارده من برنامجكم بلاك اند وايت كان معكم مستر دادي شاقي سلام.